للقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك كلمة التقوى ما تزعلش لما حد يقول لك اتق الله وبيذكرك بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. الناس بعض الناس يحزن إذا قلت له اتق الله وتحس انه بيتخانق كده وبيتنرفز معرفش ليه. ناس كتير بتعملها معانا لما تقول له اتق الله يزعل يقول لك ايه يا عم احنا كفرنا مثلا يعني ايه اتق الله دي يعني انت شايفني ده مثلا يعني ايه اتق الله دي يا اخي ده اللي ربنا وصفه كده قال واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم والسلمهات. الذي تقول له اتق الله ويعصب وينرفز ده مشكلته كبيره. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى طلب التقوى من رسوله محمد الأحسن مني ومنك، فقال له في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله. ما قالش بقى النبي يتق الله. في حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني النبي يعني أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني مين أكثر واحد بخاف من ربنا؟ النبي. وأكثر واحد بيتقي ربنا؟ النبي. ومع هذا ربنا قال له يا أيها النبي اتق الله، يعني زود كمان في التقوى. عاوزين تقوى زيادة كمان، لأن التقوى دي بتساعدك. التقوى هي عبارة عن إيه؟ هي ترمومتر الإيمان. التقوى دي بتخليك أنت عايش في عالم تاني، تشوف الحرام تبعد عنه أوتوماتيكلي كده، تلاقي نفسك بتبعد عن الحرام. حاجة فيك تبعدك عن حرام. لو أمامك 100 مليون دولار حرام ما تمسوش، في تقوى موجودة. لو أمامك الحرام لا تنظر إليه، إيه اللي بيمنعك؟ في حاجة اسمها التقوى موجودة عندك. فلما حد بيقول لك اتق الله هو يذكرك بالله تبارك وتعالى حتى ترجع انت اليه. فدي مهمه. الصيام جاء ليه؟ ليزرع فينا التقوى. لان لما تزرع فينا التقوى من رمضان يبقى احنا كده خلاص نمشي 11 شهر ما عندناش مشاكل. انت كان سيد قطب رحمه الله عليه يقول ايه؟ لن ينصلح المجتمع الاسلامي ولو اوقفنا على كل رجل شرطي. يعني لو جبت كل واحد موظف وقفت جنب منه شرطي مش هينفع. ليه؟ مرتشين. قالوا له هنوقفه معاه شرطي. قال ما هو هيرشي مين؟ اذا كان الشرطة ابو الرشوة هيرشي الشرطي، فهيبقى المجتمع كله ايه؟ مرتشي. ولن ينصلح المجتمع لو اوقفنا على كل رجل ايه؟ شرطي. ما لم يكن شرطيك هو ايه؟ هو ضميرك. لما يبقى الشرطي هو ضميرك انت ما على طول تخاف. معك البنت لما امها قالت لها ضعي الماء على الايه؟ على اللبن، مش كده؟ قالت لها ان عمر نهانا. عمر قال ممنوع. عمر يعني القانون، يعني باي لو ما ينفعش، يعني الليجل تحط ميه على اللبن. عمر كان عامل اول من سن القوانين كان عمر. ان عمر نهى عن وضع الماء على اللبن. فامها قالت لها ان عمر ايه؟ عمر لا يرانا، فيش حد من العساكر هنا. فالبنت اللي كان عندها ضمير قالت ان كان عمر لا يرانا فان رب عمر ايه؟ يرانا. رب عمر دي يعني التقوى بقى. اللي بيخاف من رب عمر هو ده اللي عنده تقوى، واللي بيخاف من عمر بس ده ما عندهش تقوى. فإحنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى. من الذي زرع في هذه البنت الخوف من رب عمر؟ هو الصيام. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أنت تبقى خايف من الحرام بدون رقابة من أحد، ولكن رقيبك هو الله سبحانه وتعالى. وعشان كده سيدنا عمر نفسه استفاد من هذا الموقف. سيدنا عمر نفسه استفاد من هذا الموقف. مرة تانية كان ماشي فوجد بيتمشى يشوف الرعية بتاعته، فوجد غلاما يرعى الغنم. ده غلام صغير بيرعى الغنم. فقال يا بني أعطينا شاة نذبحها. دينا شاة نذبحها احنا جاء يعني جائعين. قال والله هي ليست لي فأنا مؤتمن عليها. أنا شغال بس. أنا مش صاحب الغنم، أنا مش صاحب المحل عشان ديك سندوتش يعني فري، يعني أنا مش صاحب المحل، ما أقدرش أعمل كده. قال أنا لست صاحب الغنم، أنا مؤتمن عليها. قال قل لصاحبها أكلها ليه؟ أكلها الذئب. عمر بيطمئن على الرعية، قول أكلها الذئب يعني راحت. قال وأين الله؟ كلمة واحدة كده. أين الله دي الشيخ خالد محمد خالد كتب فيها كتاب الأين الله على الكلمة دي الأين الله. عمر فضل يبكي وترك الغلام ومشى وفضل إليه أين الله. ثم ذهب إلى صاحب الغنم وقال له بيع لي الغلام ده، بيع لي الغلام اللي سرح بالغنم ده. فاشتراه عمر من صاحب الغنم ثم أعتقه لوجه الله. قال له أنت حر خلاص، أصبحت حر مش عبد. ثم قال يا بني هذه الكلمة اللي هي إيه؟ أين الله. هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا، وأسأل الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. أين الله؟ هي دي التقوى بقى.
ان انت تبقى خايف من ربنا بس، بتراقب ربنا بس، انت ترى الله ولا ترى شيئا سواه. بس اللي يزرع الموضوع ده عندنا مين؟ هو الصيام. وعشان كده سيدنا عمر زرع المعاني دي في الرعية بتاعته. حتى لما مر واقف هو بتحدث في الناس، فجاءه رجل أو جاءته امرأة فقيرة وقفت عن سيدنا عمر كده وقالت أخي نختم بدي، وقالت يا عمر، تخيل بقى المرأة المسكينة الفقيرة راحت لعمر الخليفة والمرأة محتاجة وما عندهاش عطاء، وقالت كلمات من الشعر بين يدي سيدنا عمر تذكر عمر بالله سبحانه وتعالى حتى يعطيها العطاء الذي تستحق. قالت يا عمر الخير جزيت الجنة، بتدعي له، أكسب بنياتي وأمهن، يعني إيه ده كان رجل فقير، يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي لبسهم وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، يعني خليك معانا في هذا الزمان الصعب، جنة يعني وقاية مش كده، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن، يعني والله لازم إيه، لازم تعمل، يعني لازم تعمل كده، يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فسيدنا عمر قال وإذ لم أفعل يكون ماذا، ولو ما عملتش يعني أنت يعني ممكن تعمل إيه يعني، قال إن لم تفعل عن أولادي لتسألن، هتتسأل بس إمتى؟ يوم تكون الإعطيات منا، يعني يوم القيامة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى إيه؟ وإما إلى جنة. فبكى سيدنا عمر، بكى لأنه خوفه بربنا سبحانه وتعالى. ثم خلع ثيابه الذي كان يلبسه، العباية اللي كان لبسها، وقال خذها لا لقولك الشعر ولكن لخوفي من يوم القيامة، عشان أنا خايف من اليوم اللي أنت إيه؟ اللي أنت خوفتني منه ده. دي اسمها التقوى يا جماعة، اللي احنا محتاجين تكون معنا إشارة، وأنت ماشي في السيارة حط التقوى دي أمامك، وأنت بتصلي خلي التقوى أمامك، وأنت تعمل أو تكد أو بتشتغل بتجيب رزق أولادك خلي التقوى أمامك، فلا تنظر إلى الحرام ولا تأخذ لقمة من الحرام ولا ترتكب الحرام ولا تتعامل بالحرام. ليه؟ عشان أنت عندك تقوى، ولما تتعامل مع الناس لا تغلظ على الناس ولا 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 تكون شديد ولا قاسي على الناس. آخر كلمة، السيدة حفصة تقول كان عمر شديد، كان سيد أبوها كان شديد، فكنا إذا أردنا أن نلينه ذكرناه بالله. لما نحب نفك عمر يبقى غليظ كده، فما نحب نفك عمر نذكره بمين؟ نذكره بالله تبارك وتعالى. دخلت امرأة على عمر وكان شديدا، فقالت له يا عمر لتتقين الله أو لو يحاسبن أو لا يحاسبنك، يعني تتقي ربنا أو ربنا يحاسبك. فبكى سيدنا عمر هذه الكلمة، كلمة تتقي الله سبحانه وتعالى. فالتقوى إخوة هي ملاذ الأمر كله، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل ثمرة الصيام وحصيلة الصيام هي التقوى. النهاردة 8 رمضان، عدت ليلة 9 من رمضان، 9 أيام يعني تلت شهر رمضان عدى مننا. يا ترى هل إحنا بالفعل بدأنا موضوع التقوى يرتقي عندنا؟ إن لم يكن فنبدأ من الآن نحاول إن إحنا بالفعل نتخلق بخلق التقوى، ونكون كما أراد الله تبارك وتعالى لنا التقوى، متقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ضيف الليلة الأخوات أرسلوا لي مبلغ $500، يعني مشاركة منهم في سحور ليلة من ليالي رمضان، أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتهم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم استر أخواتنا هؤلاء يا رب العالمين، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسناتهم وحسناتنا معهم أجمعين. اللهم أمين، اللهم أمين، وإلى صلاة القيام إن شاء الله.